السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمرين جديد في موضوع المناعة مأخوذ من الموحد الجهوي 2010 جهاد قلميم سمارة. الموضوع: تتخذ بعض البكتيريات مظاهر خارجية متشابهة كما هو عليه الحال بالنسبة للبكتيريات المتحركة هاش و تي المبينتين بالوثيقة 2. ولأجل دراسة رد فعل الجهاز المناعي لفأر ضد هذين النوعين من البكتيريا أنجزت التجربة الممثلة على الوثيقة 3. خلال عمليات حقن الفأر بمولد المضاد نأخذ أو تؤخذ عينات من دمه لأجل معايرة تركيز مضادات الأجسام الموجهة ضد مولد المضاد هاش، وتعبر الوثيقة 4 عن النتائج المحصل عليها. كما تلاحظون معي لدينا البكتيريا تي ثم لدينا البكتيريا هاش. الوثيقة 3 كما أشرنا قبل لحظات تمثل لنا التجربة المنجزة على الفأر، ثم الوثيقة 4 تبين لنا تطور أو منحنى تطور تركيز مضادات الأجسام بطبيعة الحال خلال الحقنة الأولى الثانية ثم الثالثة. السؤال رقم 1: انطلاقا من الوثيقة 4 قارن بين الاستجابة المناعية للحقنة الأولى والحقنة الثانية ثم الثالثة. تلاحظ معي المطلوب منا أن ننجز مقارنة لا أن نعطي تفسيرا. الوثيقة 4 كما نلاحظ وهو منحنى تطور تركيز مضادات الأجسام بالنسبة للحقنة الأولى، إنتاج مضادات الأجسام جاء بعد مدة زمنية كما تلاحظون معي. ثم كذلك الملاحظة الثانية وهو أن كمية مضادات الأجسام المنتجة كانت كمية قليلة. بالنسبة للحقنة الثانية إنتاج مضادات الأجسام جاء بشكل فوري، وكمية مضادات الأجسام كانت أكبر مما حصلنا عليه بطبيعة الحال خلال الحقنة الأولى. أما فيما يخص الحقنة الثالثة دائما إنتاج مضادات الأجسام جاء بشكل فوري، وكمية مضادات الأجسام المنتجة كانت بكمية كبيرة جدا. إذا يستحسن أن ننجز أو نعطي الجواب على شكل جدول كما تلاحظون معي. الحقنة الأولى كان إنتاج مضادات الأجسام بطيئا أي تطلب مدة زمنية، كمية مضادات الأجسام المنتجة قليلة. الحقنة الثانية إنتاج مضادات الأجسام فوري، كمية مضادات الأجسام مرتفعة. الحقنة الثالثة إنتاج مضادات الأجسام فوري كذلك، كمية مضادات الأجسام أكبر من الكمية المنتجة خلال الحقنة الثانية. السؤال رقم 2: كيف تفسر رد فعل الجهاز المناعي تجاه الحقن الثلاث؟ إذا المطلوب من الآن أن نعطي تفسيرا. إذن خلال الحقنة الأولى كان أول اتصال للجسم بمولد مضاد، بطبيعة الحال تطلب ذلك المرور عبر مراحل التعرف، بطبيعة الحال التنشيط التكاثر، ثم نبدأ في عملية إنتاج مضادات أو مرحلة إنتاج مضادات الأجسام. لذلك كان إنتاج مضادات الأجسام بطيئا أي تطلب مدة زمنية معينة. بالنسبة للحقنة الثانية والثالثة إنتاج مضادات الأجسام جاء بشكل فوري، ونفسر ذلك بطبيعة الحال بتدخل لمفاويات الذاكرة. بطبيعة الحال نشير أو نذكر على أن الجهاز المناعي يتميز بخاصية الذاكرة المناعية. إذا تدخل لمفاويات الذاكرة بطبيعة الحال جاء بشكل قوي وسريع، مما أدى إلى إنتاج مضادات الأجسام بشكل فوري أولا، ثم إلى إنتاج كمية ضخمة أو كبيرة من مضادات الأجسام الموجهة ضد مولد المضاد. السؤال رقم 3: صف بواسطة نص مكتوب مجريات التجربة الممثلة على الوثيقة 3. إذا المطلوب منا هنا بطبيعة الحال أن نقوم بوصف التجربة رقم 3. كما نلاحظ هناك ثلاث مراحل أساسية: المرحلة الأولى وهي الحقن الأول ثم الحقن الثاني ثم الحقن الثالث. المرحلة الثانية قمنا بعزل المصل أو أخذنا مصل من الفأر بعد الحقنة الثالثة. ثم المرحلة الثالثة قمنا بتقسيم هذا المصل إلى جزئين أو إلى قسمين. أضفنا الجزء الأول للوسط الأول حيث توجد البكتيريا هاش، وأضفنا الجزء الثاني إلى الوسط رقم 2 حيث توجد البكتيريا تي. إذن فعلا بطبيعة الحال المرحلة الأولى كما أشرت حقن الفأر ثلاث مرات متتالية بنفس مولد المضاد وهو البكتيريا هاش، أخذ المصل من الفأر وتقسيمه إلى جزئين. ثم المرحلة الثالثة نضيف الجزء الأول للوسط رقم 1 ونضيف الجزء الثاني للوسط رقم 2. لاحظوا معي بطبيعة الحال أننا قمنا فقط بوصف، لم نعطي أي تفسير لذلك. السؤال رقم 4: الآن مطلوب منا أن نعطي تفسيرا، إذا فسر سبب اختلاف حركية البكتيريا المزروعة في الوسطين رقم 1 ورقم 2. لاحظوا معي بالنسبة للوسط رقم 1 هناك انعدام لحركية البكتيريا هاش، بينما بالنسبة للوسط 2 هناك فيما يخص البكتيريا تي فحافظت على حركيتها. المطلوب منا أن نعطي تفسيرا. لاحظوا معي المصل الذي أضفنا إلى الوسط رقم 1 أخذناه من الفأر بطبيعة الحال بعد حقنه بمولدات مضاد مرات متتالية.
هذا يؤكد لنا أن هذا المصل يحتوي على مضادات السام ضد مولدات المضاد الخاصة بالبكتيريا هاش. بطبيعة الحال في هذه الحالة هناك تشكل مركب المني، أي ارتباط مولدات المضاد مع مضادات السام. هذا المركب بطبيعة الحال أو هذا الارتباط أفقد هذه البكتيريات حركيتها. بينما بالنسبة للوسط رقم 2، بما أن مضادات السام هي موجهة ضد البكتيريا هاش أي مولد مضاد هاش وليس ضد البكتيريا تي، لذلك حافظت البكتيريا تي على حركيتها. بطبيعة الحال هذا لأن مضادات السام كانت نوعية أي موجهة ضد نوع محدد من مولدات مضاد، في هذه الحالة موجهة ضد البكتيريا هاش وليس ضد البكتيريا تي. فعلا انعدام حركية البكتيريا هاش نتج عن ارتباط مضادات السام التي يوفرها المصل بمولدات المضاد المتواجدة على غشاء البكتيريا هاش، مما أدى إلى توقف حركية البكتيريا هاش. السؤال رقم 5، انطلاقا من نتائج تجربة الوثيقة 3، استخلص هل الاستجابة المناعية للفأر كانت طبيعية، نقول كذلك غير نوعية أم نوعية، علل إجابتك. إذن بالنسبة لهذا السؤال بطبيعة الحال نلاحظ أن في هذه الحالة هناك كما أشرت قبل لحظات أن مضادات الأسام المنتجة كانت موجهة ضد نوع محدد من مولدات المضاد، وبالتالي بطبيعة الحال فهذه الاستجابة المناعية هي استجابة مناعية نوعية تستهدف البكتيريات هاش دون البكتيريات تي. إذا مضادات الأسام موجهة المنتجة كانت بطبيعة الحال موجهة ضد مولد مضاد هاش وليس ضد مولد المضاد تي، وبذلك فهي استجابة مناعية نوعية. السؤال ب، الاستجابة المناعية للفأر كانت خلطية أم خلوية، علل إجابتك. دائما بطبيعة الحال بما أننا لاحظنا أن هناك إنتاج مضادات الأسام، ونحن نعرف أن مضادات الأسام تنتج من طرف اللمفاوية ب، وأن اللمفاوية ب هي المسؤولة عن الاستجابة المناعية الخلطية، وبالتالي بطبيعة الحال فجوابنا سيكون الاستجابة المناعية في هذه الحالة خلطية، ويظهر ذلك في إنتاج مضادات الأسام الموجهة ضد مولدات المضاد للبكتيريا هاش. شكرا على انتباهكم، وإلى موضوع آخر إن شاء الله.